مساء الخير ربع الكيك، يعطيكم العافية جميعا. بتمنى تكونوا حضرتوا بحلقة MBC في أسبوع اليوم وتكون عجبتكم. وبالنسبة للناس اللي ما تابعوها، ممكن من أكثر الأمور اللي لفتت يعني أنا كعلا كإنسانة يعني اللي مستني اللي هو موضوع اليتامى، أنه كيف في دور لليتامى سجلت طبعا تجاوزات طبعا تجاه اليتامى، إهانة وضرب وإلى آخره. ف وين وصلنا بالحياة؟ وين وصلنا إنه كيف يعني حتى دور اليتامى اللي هي معنية إنها تحتويهم وتحتضنهم بتسجل فيها تجاوزات؟ فبتمنى إنه إحنا نخاف الله فيهم.